مدرسة عامة دليل هروح بعيد مدير جامعة السوربون لا يحمل الدكتوراه ولكن هو مدير دكتور فهو المدرس المختلف هو العكاية كان معاه دكتوراه حتى لما جم يقولوا له قالوا يعني مين عايزين الدكتوراه يعني هو مش كبر منه لكن الراجل كان موسوعة فلقيت له الدكتوراه مش أعلى منه لا هو بيتكلم على إنه مش شاطر فنعرف دور كل مدرب ايه انت كمدرب مسؤول ايه لو انت عرفت الدور بتاع حضرتك ايه بالتالي انت هتقدر تدي الدور بتاعك صح واذا كان في عندك كله بيعلم وبيتعلم في الاخر طيب احنا المفروض مننا علشان نكون عارفين فهنبقى الوحدة التدريب في المدرسه غير النظام اللي كان موجود قبل كده احنا كنا بنعمل الاول الاهلي كان بتيجي الاخضر مناهج وتيجي الدكتور وتروح مديها للاستاذ المدرب وكان هو قاعد لوحده بيشرب شاي عنده شربة لو عنده اي حد تروح كده